مثلين الأديب، مرحبا بك. بعثت مشروع بالمثلين من بنزرت، وصاحبة مشروع قاعة رياضية مخصصة للسيدات والأطفال اللي يعانيون من بعض الصعوبات، توحد ولا اضطرابات ولا غيره. أهلا وسهلا ومرحبا، ومبروك هالتمويل تحصلت عليه من برنامج فاعلة. عايشك يا ربي يبارك فيك، مرحبا بكم. يعيشك. دونك وجدين، قبل ما نحكي على برنامج فاعل فعلا وعلى المشوار اللي تعديت به واللي قمت به معاهم، ماذا بيك انت تعطيني فكره ربما عن هل البنيه التونسيه وجدين اللي هي صغيره في العمر واللي هي باعثه المشروع اللي هي خريجه المعهد العالي للرياضه والتربيه البدنيه بقصر سعيد سنه 2014، وكانت عندك فكره انه علاش ليه ما نبعثش مشروع خاص ويكون موجه للسيدات وللاطفال ذوي الصعوبات اليوم في تونس، وهذا اللي كان وهذا اللي مشى. بإيجاز أعطيني فكرة عن وجدان. كما كنت نحكي في الفيديو، أنا وجدان لديب أستاذ تربية بدنية متخرجة سنة 2017. من بعد ما تخرجت كما الشباب الكل خدمت في كل بريفي، خدمت في دي سال دو سبور، ووقت اللي جاتني الفرصة نتاع المشروع هذا وقتها نخدم مع جمعية فرح لتوحد فرع المحلي برأس الجبل. دونك ديجا وقتها بديت نتعرف على الصغار اللي عندهم صعوبات تعلم، وبيسك عندنا في العائلة شكون عنده توحد، دونك فاهمة شوية معناها. دونك عندك أنت ديجا خلفية وفاهمة الحكاية بالضبط بالضبط. ويجيوني معناها حتى كي كان عندي كلوب وكل شيء، يجيوني الصغار اللي عندهم تخيزومي اللي عندهم صعوبات تعلم اللي عندهم توحد. سهل أنك تتعامل معاهم وأنت أكاديميا مش محضرة روحك باش تتعامل مع صغير يعاني من طيف التوحد وإلا صعوبات التعلم والا اضطرابات وغيرها من المشاكل؟ ما هيش حاجه سهله جمله، اما انا تعلمت من الصغير اللي في عائلتي، معناتها هو اللي علمني كل شيء. وبعديك صعوبات التعلم ديما اخف من اضطرابات التوحد، وكل شخص والكام تاعه، وديما تكون بعلاقه مع البارون باش يحكي لك على صغيره باش انت تعرف الصغير هذاك شنو هو معناها الصعوبات نتاعو. دونك احنا في المدلين ما فميش حتى كلوب للصغار هذوما، والا لازمهم يتنقلوا معني راس الجبل ولا البنزرت ولا باش يعملوا دي سيونس نتاع سبور. يعني انت الوحيده على مستوى المنطقه اللي انت فيها عندك المشروع الموجه للصغيرات وللسيدات، وسيما الاصغار الصغيرات الحاملين لبعض الصعوبات ولا الاضطرابات. في راس الجبل باش نكونوا واضحين ما شاء الله، لا في المدلين. في المدلين اي انت الوحيده على هذاك. انا الفكره نتاع المشروع وقت اللي قرينا نحن لابيل دوفر نلقاو لازم فكره انوفونت، مشروع رياضي وفكره جديده، معناتها لي سال دو سبور ما شاء الله فما وعباد تخدم والماتريال، معناها دي سال بيان ايكيبي، انا شنو هي الحاجه اللي باش نزيدها، معناها شنو هو البلوس باش يتقبل البروجي نتاعي. وقتها ما شاء الله معناها اصحابي وقفوا معايا بالكدا، وفما ديجا شكون خدم معايا الدوسي باش خلطت صبيت في الديدلاين، ما كانتش حاجه سهله وتخسرنا بالوقت وكل شيء. كيفاش عرفت انت بالمشروع ولا بالبرنامج نتاع فاعل فاعله؟ كيفاش دخلت؟ اي لابيل دوفر في الباج نتاع المندوبيه. نهار اللي لقيته ديريكت عملت بارتاجي، عملت انفاي ثلاثه من صحابي، ما ديريكتومون ايا باري وقتاش ايا ديريكت بدينا نخدم في الدوسي، معناها كل الناس كل شجعتني، معناها جوست بقات الفكره الانوفونت هذيا هي الحاجه سهله كانت وقتها اللي انا ديجا عندي الفكره هذيك في مخي وعندي شويه صغار قاعده نتعامل معاهم. ونسي لي بارون تاع الصغار هذوما قديمه وجدي احنا وقتاش تعملنا بروجرام علاش ما ترينيناش مثلا، ما ينجموش يمشوا لساله بعيده، نحبوا عندك انت. وبدات بشويه تحل المشروع ولا عندك الناس هذوما السيدات كما قلت هو فضاء خصيصا للسيدات، وقت تدخل المراه باش ترينا راهو 100% نساء وفقط. قلت لي اصلا هبط الريدو. باهي باش نكونوا زاده واضحين، هما في لي سال دو سبور الكل ديك ديما فما تلقى وقت 100% فام وكل شيء. اما انا اللي زدت عملت لهم برشا اوقات، عملت الصباح عملت العشيه، معناها قلت برشا مره ديما وانا تعاد نقول راهي سبيسيالمون للنساء ونقبل، معناتها يجيو نساء حتى كبار شويه في العمر يلقاو رواحهم ما شاء الله معناها ينجموا يترينيو ونساء يسوا بشويه بشويه. وقداش عندك من صغير توا معاك؟ الصغار ما شاء الله معناها الصغار عندي اللي معناها لاباس عليهم وكل شيء يعملوا كاراتيه ما شاء الله فما نومبر نتاع 30، والصغار اللي عندهم صعوبات عندي 5 6، كل مره حاسيل يجي صغير مره ما يجيش هكاك. وانا المشكله اللي هما معناتها ديما في الوقت مثلا يقراوا في بلاصه اخرى ولا يتنقلوا من بلاد لبلاد ولا حاجه هكاك. شنو هو المسار اللي صار مع برنامج فاعل فاعله من اجل الحصول على الفون وعلى التمويل تحصلت عليه؟ بالنسبه للفعل الفاعله صبينا الدوسي في سبتمبر، في نوفمبر جينا ليكسبير عمل لنا دي فيزيت في معناها جينا وقتها ديجا انا عملت بروميس دو لوكاسيون للوكال، شاف لي لوكال مناسب حسب الكراس الشروط مع معناها نتاع لي سال دو سبور مريقل كل شيء، فيه لي دوش لي تواليت كل شيء.
المرحله اللي بعد تقبلت انا مبدئيا بعد ما صارت الفيزيت هذيك، مشينا وقت عملنا فورماسيون في الحمامات. في الفورماسيون هذه انا واللي اختاروهم معايا، معناها 10 من الناس قلت 10 وانا معناها 11 نحن اختارون. عملنا الفورماسيون، في الفورماسيون هذيك عملنا ان بلان دافير كامل، فيه البودجي اللي باش معناها باش نستحقوه، بودجي بريفيزيونيل، فيه لي فورنيسور معناها خدينا معناها نوامر نتاع دي فورنيسور باش نعرفوا الماتريال نتاع السبور قداش باش يتكلف، فيه كل شيء معناها قداش باش تصرف، قداش لازمك تدخل، قداش لازمك تجيب عباد، كيفاش تعمل في البودجي. وخلال الفورماسيون اللي صارت في الحمامات تحصلت على الدعم المالي اللي يستحقه المشروع نتاعك وقتها، وهذه فريمون محطه مفصليه في حياتك انت، وهذا اللي خلاك تتعدى بعض التحضيرات والمشروع. كي هبط من نول لابيل دوغ قال لك باش نعطيو من 20 ل 80 مليون. في الوقت اللي مشينا غاديك كل واحد حسب المشروع نتاعو قالوا انت معني باش تاخذ المونطون. قداش خذيت انت من فعل فعل؟ 50 مليون و 800. خذيت بهم الكل ماتريال. وترجعهم ولا ما ترجعهمش؟ لا تمويل. تمويل. يعني خذيتهم للماتريال لتاسيس الماتريال نتاعك ولفتح مشروعك ومش مطالبه انك ترجعهم. لا باقساط لا فوائد لا حتى شيء. يا عيني يا عيني، دونك كيفاش تنجم تستدعى كل شباب التونسي اللي قاعد يتفرج فيك اللي هو حامل شهادة عليا وعنده فكره نتاع مشروع استثنائي بادق التفاصيل كما اللي عملت انت، ينجم يلتحق بالبرنامج هذايا، يقدم مشروعه ويلقى تاطير كامل ويتحصل على فوق مبلغ مادي. فرصة معناها ما تنجمش تتخيلها انت، انا كنت قاعدة شادة الفيسبوك على روحي نلقى لابيل دوفر صبيت فيه قبلوني وقعدنا معنا ديماش عام كامل باش حضرت البروجي. في العام هذايا الكل قداش من تكوين، قداش من تربص، قداش من مرحلة تعديت بها بعد الفورماسيون؟ بعد الفورماسيون نتاع الحمامات، نتاع الحمامات ديريكت خرجت مشيت بديت في ليزيتاب نتاع الباتيند والحماية المدنية، عملت فورماسيون مع الحماية المدنية وجاو عينوني اللوكال باش عطوني لوكي باش انا معناها يكون حسب الشروط زادة كيف كيف المندوبية عديت كراس الشروط باش يشوفوا لي المحل ينجم يجي مطابق للمواصفات الأمنية الصحية ولا بعد معناها الأوراق هما اللي مش نقول عطلوا معناها ماك تعرف نمشي نعمل باتين بعديك نستنى وبعديك كذا وبعديك كذا حتى لين نهار اللي صححنا في لو 12 ماي في الوزارة نهارتها بالكاشي نتاعنا بالباتونت نتاعنا بكل شيء جست صححنا استنينا شويه وقت خذينا قررنا معناها شكون الفورنيسور اللي باش ناخذ من عنده الماتريال الفورنيسور يجيب لك الماتريال نتاعك تعاينو تركب وتقول اوكي هذا الماتريال اللي مصادق عليه هو اللي في الفاتوره كل شيء يصبوا لهم هما الفلوس وكاو تبدا تخدم. قلت لي فرصه العمر. اي بالطبيعه فرصه العمر، انا كنت قاعده معناتها ما قال لي حد ديجا خذ، لقيتها لابيل دوفر شاركت فيه ونتسمى محظوظة على الاخر معناها انا واصحابي اللي اختاروني. كيفاش تنجم تستدعى كل الشباب التونسي اللي يتفرج اليوم انه يبرمج انه يشوف هالبرامج راهي ماهيش فدليكه راهي ماهيش لعبه، راهو من وراها تنجم تبع في مشروع وتتحل جوانحك وجوانح عائله وراك. انا بعد ما شاركت ديجا في البروجي هذا وليت انا بدي نبرمج معناها نشوف نقاشي فون اخر نقاشي حتى مش لي انا لاصحابي ولا الجمعيات معناها ننشط في جي سي مادلين ديما معناها نلوجوا لي فون هذوما خاطر فما برشا برشا يخدموا مع جمعيات حتى بروجرام فاعل فاعل زاده معناها يخدم مع بلديات ومع دور شباب وكل شيء وتعرفت على بعد اخرين زاده كيف كيف يقولوا لي فما سيد جمعيتي ديما بربش فيه شوف فما مغرومين فما معناها ديما 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 فما جوست اعمل جيب انت للباج وخليها تو وحدك في وحدك تجي نهار تلقى بوبليكاسيون تنجم تنفعك. جست انا معناتها الحاجه البية في المشروع نتاعي اني انا ما تلازيتش باش ناخذ قرض والا حاجه اخرى معناها الحمد لله يا ربي بالفلوس اللي خذيتهم من عند فاعل فاعل نجمت تحلل بالفلوس اللي كملهم لعائلتي معناها خاطر هما ما خذيناش احنا فلوس في دينا الكل تمويل لكل ماتريال اما باش نحضر ساله وباش ناثثها وباش نعمل ديكور وكل شيء سحقيت برشا فلوس الحق نتاع هنا لقيت عائلتي معناتها اللي تحبها يعني هذه فرصه ذهبيه ثمينه لكل شاب تونسي يحب يبعث مشروع وما يحبش يتورط في الضغط نتاع القروضات ومتاع الفوائد نتاع القروضات بالتالي ينجم يبرمج من خلال كل المواقع الموجوده تابعه للدوله والا تابعه للجمعيات العامه والخاصه من اجل الحصول على لي فون والتمويلات. انا نحب نسالك هنا على مستوى التسويق من خلال برنامج فاعل فاعلة أهم الحاجات اللي تعلمتها واللي خلاتك نجم تسوق المشروعك على أفضل طريقة ممكنة. احنا الحاجه البيه يا ريت مثلا وقت اللي صححنا الكونترا ديجا تعدينا في الوطنيه وانا كي يشوفوني انا في الماتلين ديجا تعديت في الوطنيه وحكيت على مشروع ذيك تسويق معناتها انا عام كامل سمعوا بيا بركة كريت الساله اللي عرضني واجدين وقت باش تحل واجدين معناها ما زلت لهبط حتى ببليكاسيون ما زلت باش نقول ما حليتش ما قلتش لا باش نحل لا علقت بلاك لا حتى شيء ديجا الناس الكل شنشنت وسمعت البلاد كامله وقعدوا يستناو فيا ومعناها ريال ما الحاجه البيه انا
باش نحل مشروع خايفه بالك يجي وبالك ما يجيوش بالك ما يعجبهمش. ما شاء الله معني اللي قال لي باش نجي جي، فما اللي حتى ما يجيش مازال باش يجي. قداش لابونمون في الشهر؟ لابونمون بوغ لي كور 100% فهم ب 40 دينار، وهما 4 سيونس في الشهر؟ اي 4 سيونس بار سيمين. باش نكونوا واضحين، زاده سالتي مازال ماهيش بيان ايكيبي وفيها الماتريال الكل، اما انا مع اصحابي اللي تعرفت معاهم مع الاكسبير اللي عاوننا بالكدا في اختيار الماتريال، اخترت حاجات اللي انا باش ينفعوني في خدمتي، فهمت؟ معناها ماتريال نتاع مسكولاسيون وحاجات نجموا يخدموا بها. وما كان انا عندي نسيره وعمرهم 60 سنه ويترينيو ما شاء الله، راهو نحكي ويجيو لك ويقعدوا ويترينيو، يجيو ويقعدوا ويترينيو ويحكيوا مع بعضهم يعني ويحكيوا على الماكلة. فضاء جديد انت لكل الناس والسيدات في المثلين. بالضبط، انا اكثر حاجه فرحانه بها راهو هو الجروب 100% فام، ديجا وصيتهم الناس الكل باش يتفرجوا فيه. تحيه لكل السيدات في المثلين اللي موجودات معاك في المشروع هذايا، وجدان الاديب بعث مشروع بالمثلين، شكرا ليك على حضور معنا، مبروك عليك المشروع نتاعك ان شاء الله مزيد النجاح. تفضل. فما حاجه مهمه معناتها ابدلي انا معناها ولا عندي مشروع، انا خلقت موطن شغل لعباد اخرين. قداش من موطن شغل؟ انا معايا اختي تخدم اسيستون، اختي كانت بطله معناتها تو سي بون تخدم معايا انا في المشروع، معايا دو كوتش، كوتش منهم معناها متخرج وكوتش مازال لاقيه يقرا، معناها كي يروح في الويكاند يلقى معناها حاجه يدبر بها مصروف، وديجا هذيك حاجه اخرى زاده طياره على الاخر. فرحانه بروحي وفرحانه بهم. واحنا زاده فرحانين بيك وجدان الاديب بعث مشروع بالمثلين، شكرا ليك على التوضيحات بخصوص مشروعك اللي هو ممتاز ومميز وفي نفس الوقت